اهلا بيكم في دالتكس. احنا في مزرعه سلمى من المزارع المتوسطه الحجم في دالتكس. عندنا طلبه تدريب مهاري من ثانوي زراعي، بيشغلينهم كمشرفين جوده فوق الجامبو، بحيث ان هو العامل يجيب له وهو عارف المواصفه ومعلمينه، فهو يعرف يعمل سلكشن ويعرف يفرز ويعرف يحجم بناء على اللي احنا علمناه. مش بس ان بنخلي الولاد تتعلم الجزء النظري من المناهج الجديده المبنيه على الجدارات، ولكن ايضا ان هم كمان بيشوفوا او بيتدربوا على الجزء العملي، وده دورنا ان احنا بنحاول نجد تشبيك ما بين القطاع الخاص وما بين الجهات او الوزارات الحكوميه المختلفه في التعليم الفني والتدريب المهني. ودالتكس يعني شريك فعال من اول ما ابتدينا المبادرات او مبادره تشتغل فني في برنامج تيفات مصر، فدي حاجه كويسه جدا. بنتكلم على حوكمه المنظومه نفسها، بنتكلم على البروفيشنال ديفلوبمنت بتاع المنظومه، يعني بنتكلم على الطالب وبنتكلم على المدرس وعلى نظام الجوده، وبنتكلم على المناهج اللي بتبقى جوه المؤسسه التعليميه سواء مدارس تعليم فني او مراكز تدريب مهني. ويمكن الجزء الثالث بقى، ويمكن ده الجزء الهام في المنظومه او يعني من اكثرهم اهميه، وهو الجزء بقى اللي بيربط ما بين سوق العمل وما بين المنتج اللي خارج من المنظومه بتاع التعليم الفني، وهو الطالب نفسه. مهم قوي ان هو يبتدي يتأقلم على جو العمل، لان ده بيخليه يبتدي يتأقلم مع الحالة العملية، فما يحصلش تسرب بعد ما يخلص تعليم معين ويشتغل في مجال تاني خالص. احنا بنربطه، بنخلق عنده ارتباط بالبيئة الزراعية، فيخلص تعليمه ويبتدي يرجع تاني ينضم لنا كفريق دائم للعمل جوه المزرعة. انا جاي هنا شغال، نفس الوقت بنحضر في المدرسة، وفي نفس الوقت برضي اما انا باخد الشهر، اذا كنت انا قاعد شهر او اكتر، انا باخد فلوس ومنه بتعلم انا الشغل، باخد فلوس وبروح البيت، هو واخد معلومات يعني تخليني عارف الشغل. يعني انا ممكن في اي وقت باذن الله بتطلع الشهاده من المزرعه، اي وقت عايز اجي اشتغل في المزرعه بالشهاده بتاعتي، انا معايا الشهاده باجي اشتغل بيها تاني هنا. المعامله هنا تمام، والسكن تمام، مفيش حاجه ناقصه مننا، كل حاجه بنطلبها بيجيبوها لنا. دالتكس بتوفر للولاد مكان إقامة، بتوفر لهم الوجبات بتاعتهم، بتوفر لهم تدريب فني متخصص مع مهندسين ومع خبراء أجانب. بنتكلم في متوسط 1500 ل 2000 طالب في السنة بندربهم، وفي جميع المحاصيل طبعا بطاطس بيشتغلوا في إشراف، سواء في تعبئة أو في المحطة أو في الأرض، بيشتغلوا في العنب، بيشتغلوا في إشراف في حصاد الموالح. فده بيدي خبرة أو بيدي فكرة للطالب هو المراحل بتتم إزاي، من أول الحقل اللي بيتزرع فيه المحصول لغاية ما بيتصدر بره. فهم الطلبة ما شاء الله كويسين جدا، بيسمعوا الكلام وبيتعلموا بسرعة، فده ميزة في الطلبة جدا. وإحنا بننمي الموضوع ده بقالنا أكتر من 11 سنة بندرب طلبة تدريب مهاري من ثانوي زراعي. الفترة اللي جاية كمان إحنا عندنا برنامج اسمه التجارة العادلة، هنبتدي نعمل لهم برامج تدريب وتعليم تنفع الولاد بعد كده في مستقبلهم، ويكسبوا مهارات أكتر من اللي بتتاخد في المناهج بس، فما بقاش شق تعليم بس جوه المدرسة، المزرعة أو دالتكس بتوفر لهم كمان التعليم العملي ومهارات الحياة.